السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت. أهلا وسهلا بيكم. لو دي أول مرة حضرتك قطعت زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنشرح منصة. المنصة معمول عليها بونص من شركة تانية باسم العملة اسمها كيد. العملة هناخد بما يعادل 100 دولار. هي منصة أو عملة كيد عملت شراكة مع منصة ناتكس، ففي المقابل عملوا بونص لكل من يشترك في المنصة ويفعل وثائق. بعد ما تشترك في المنصة وتفعل وثائق، كل عليك ان انت هتخش هنا، هتني سيب لك الرابط بتاع البونص او الاردروب. هتيجي تحط الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه في المنصة، وتعلم ان انت خلصت ورفعت الوثائق بتاعتك، وتعمل حاجة اسمها دبل شيك يعني عشان تاخد البونص بتاعك، وتحل الكابتشا وتدوس سبميت. هنبص مع بعض كده نشوف طريقة التسجيل في المنصة. تيجي هنا بحط الايميل بتاعك، الباسورد، وفي الخانة دي بتلاقي رابط الاحالة بالسيو زي ما هو وكود الحالة. وبعد كده بتعلم صح 3 وساين اب، ويجيلك رسالة تفعيل على الايه على الايميل، وبتفعل. بعد كده بنخش المنصة. على العموم هي منصة صادقة، انا قبل كده اشتركت فيها. مجرد التسجيل جالي 300 من عملة NTS اللي هي العملة المنصة نفسها، يعني يوازي دلوقتي تقريبا 150. لو انا بعتهم يساوي 150 ألف ساتوش تقريبا، يعني سعر العملة الواحدة 456. فالمنصة صادقة وبتدفع، فمبقاش اي مشاكل. المهم انت خلصت، بعد ما سجلت هتخش هنا على اكونت، نشوف فين التفعيل. هتيجي هنا على كيسس. بالنسبة لي انا مفعل تمام. انت هتخش هنا هترفع الوثائق بتاعتك، صورة الباسبور وش وظهر، وتشوف ايه المطلوب، وتظبط وتكتب البيانات بتاعتك بالكامل. وبعد كده ايه التفعيل بتاعها ما بياخدش اكتر من يوم تقريبا يعني. وبعد كده هتلاقيني سيب لك الرابط ده برضو زي ما قلنا، تحط الايميل بتاعك اللي انت سجلت وفعلت بيه، هتعلم هنا وهنا، وتحل الكابتشا وتدوس سبميت. بكده يكون الدروب ده انتهى. وفي بس معلومة كده، في معاملات جديدة وصلت كنا قبل كده شرحناها، زي مثلا عملة XRM الدروب بتاعها بعتدي 3 مرة بيبعتلي. وكان في دروب قديم انا كنت شرحه اللي هو عملة ميلر باي، وصلتني برضو النهاردة 1000 من العملة. اتمنى تكون وصلت للناس، ورب يكون الشرح عجبكم النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.